السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حابب أعرفكم بنفسي، اسمي أحمد صلاح، محاضر سوليد وورك. وطبعا برنامج السوليد وورك برنامج غني عن التعريف، كلنا أكيد سمعنا الاسم ده سواء كنا في الكلية أو في سوق العمل. وهو برنامج رسم ثلاثي الأبعاد بيسهل عليك إنك تشوف الفكرة التصميمية قبل العملية التنفيذية، بالإضافة للسيميوليشن اللي البرنامج بيقدمه ليك، سواء كان اختبار احمال او اختبار ميكانيزم او اختبار حركه، او حتى في انه بيساعدك في انك بتخرج لوح رسم هندسي مميزه جدا تقدر تحط فيها المساقط بتاعتك وتحط الابعاد وتحط السكاشن وتحط البيل اوف ماتيريال بتاعتك وما الى ذلك. ده بالنسبه لتعريف البرنامج. بالنسبه لازاي اقدر استخدم البرنامج، فاحنا هنقسم البرنامج معانا لاكتر من نقطه. اول نقطه حابك تعرفها وهي نقطه السكتش 2 دي. انت دلوقتي حابب تنفذ رسمه، طبيعي انك انت هتقعد تفكر في الرسمه الاول ك 2 دي، مفيش حاجه اسمها ابدا 3 دي على طول، لازم ترسم سكتش 2 دي الاول، ودي خطوه رقم 1. خطوه رقم 2 ان انا ابدا اطلع الاوبجكت بتاعي على هيئه 3 دي. فبالتالي عندنا اول خطوه هي السكتش 2 دي، تاني خطوه بنتنقل ليها هي ال 3 دي. خلونا في الاول ناخد السكتش 2 دي مع شويه تعريفات خاصه بواجهه البرنامج مع بعض. خلونا في الاول ندوس كنترول ان كده مع بعض في البرنامج اول ما بنيجي نفتحه، ونيجي نشوف ايه اللي معانا. معانا ثلاث حاجات، اول حاجه البارت والاسامبلي والدروينج. البارت ده هو الخاص بيك ان انت تبدا ترسم حاجه 3 دي، واللي هيبقى بالتاكيد فيها السكتش 2 دي. فبنؤكد ان انا هاجي ادوس اوكي. احنا دلوقتي قدامنا واجهه البرنامج، هنيجي نلاقي هنا ان احنا عندنا هنا دي جرافيك اريا بتاعتنا، دي المنطقه المنوطه بانك بترسم فيها، وهنا دي تري بتاعت الاوامر، وبيقع هنا هتلاقي الثلاث بيانات الاساسيه اللي هي الفرونت والتوب رايت اللي هو الاكس والواي والزد، وهتلاحظ ان هو كاتب لك هنا اكس وواي وزد في المنطقه دي معاك. وهتيجي تلاحظ فوق ان في كوماند مانجر معاك. طبعا الكوماند مانجر ده انا عايز اقول لك ان انت وانت شغال وارد جدا ينزل منك او يعني مكانه يتغير، زي ما انت شايف بالمنظر ده. كل اللي انت بتعمله بتاخد الكوماند مانجر ده وتعمله دراج، وهنا لو انت عملته كده هيتحط في اليمين، لو انت حطيته هنا هيتحط في الشمال، لو انت سبته لفوق كده هيتحط معاك فوق. طبعا كل واحد يقدر يحطه في اي جنب فوق او تحت او يمين بالطريقه اللي هي مناسبه ليه، بس يفضل اللي هو يبقى فوق اللي هو الديفولت بتاع البرنامج. عندنا هنا السكتش، مجرد ما نيجي ندوس عليه هنلاقي فيه اوامر مطفيه واوامر شغاله. اول ما تشوف المنظر ده انا عايزك تفكر في حاجه، ان انت ما فتحتش سكتش. السوليد بالمناسبه مختلف عن الاوتوكاد وعن الفوتوشوب والبرامج التانيه، ان انت اول ما بتيجي تشتغل بتبقى عندك الجرافيك اريا، بتدوس هنا على الامر وتقوم راسم هنا على طول. ده ما بيحصلش في السوليد او في البرامج البارامتريك اللي زي السوليد. لازم اول خطوه هي تحديد البلان. اول خطوه تحديد البلان. هنيجي هنا نيجي على التوب بكليك يمين ونيجي نختار البلان بتاعنا. من هنا بندوس على امر سكتش، او بنيجي ندوس على كلمه سكتش ونيجي نختار من الجرافيك اريا التوب، او من هنا نختار التوب، او بنيجي ندوس على الفيتشر مانجر ديزاين تري ونيجي نختار التوب بلان. وبكده احنا فتحنا السكتش، وبالتالي الاوامر اللي معانا هنا اشتغلت معاك. معنى كده ان انت بترسم السكتش. في حاجه كمان عايز اضيفها ليك، لازم تبقى قوي الملاحظه في انك طول ما انت شغال وفاتح السكتش الحاجتين دول شغالين معاك. العلامة الزرقاء دي معناها تحفظ السكتش، العلامة الحمراء دي معناها انك لا تحفظ السكتش، انك تعمل ديسكارد السكتش. بمعنى خلينا ندوس على دايرة هنا مثلا ونيجي نقوم دايسين على العلامة الزرقاء دي، فالنتيجة اللي حصلت معانا ان السكتش اتحفظ ونزل معانا هنا. طب لو هدوس كنترول زد مثلا وهاجي افتح سكتش، وهي ارسم الدايره، هي اترسمت معاك. بس مجرد ما تيجي تدوس على دي، لو انت عملت ديسكارد تشينج اند اكزيت هيحصل معاك ان هو مش هيحفظ لك السكتش. طيب سؤال، احنا كده شغالين في سكتش ولا لا؟ لا طبعا، لان الاوامر مش شغاله معاك، ولا العلامه الزرقاء ولا العلامه الحمراء شغاله معاك. فانت هتحتاج
انك تيجي تدوس على البلان وتيجي تختار السكتش بتاعك.